في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع، شاركت الوزارة القادرين باختلاف في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم. وقامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالات لهم وتقديم مزيد من التيسيرات بكافة المواقع الشرطية. ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءاً لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، أولت وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً للقادرون باختلاف، واتساقاً مع هذا التوجه الإنساني للوزارة في دعم هذه الفئة، حرصت على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يواكب 3 ديسمبر من كل عام، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات للاحتفاء بهم ومعهم. نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. فقد نظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة إلى عدد من دور رعاية الأيتام ذوي الإعاقة، وتم إهداء الأطفال نزلاء هذه الدور هدايا عينية أدخلت البهجة في نفوسهم ورسمت الفرحة على وجوههم. وتم الإشادة بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لهم، والذي لا يقتصر على المناسبات فقط بل يمتد طوال العام. دايما على مدار السنة، مش في اليوم العالمي بس، بيبقى فيه احتفاليات بالأيام العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، البصرية أو الذهنية أو المكفوفين، بيقدموا دايما مفاجآت وتيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة. عايز أكد على دور وزارة الداخلية مع المدارس والأطفال وكل، يعني مش بس الشرائح اللي هي بلغت من العمر مبلغا، يعني لا، كمان الزيارات الميدانية للمدارس ويعني توزيع الهدايا والعصا البيضاء، يعني فعلا بنحس إن احنا حد من أهلنا بيطبطب علينا وبيحنوا علينا. وتواصل الاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم احتفالات لهم بأندية الشرطة على مستوى الجمهورية، تضمنت عروضا ترفيهية وموسيقية وكذا إبراز مواهبهم الفنية المتنوعة. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود، أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاج عشانها ودان. بنشكر وزارة الداخلية إن هي أتاحت لنا الفرصة إن احنا نحضر الحفلة الجميلة دي النهاردة. أولادنا اتبسطوا جدا بالاحتفالية. أنا اتبسطت مع الضباط وكان أحلى يوم في حياتي ونفسي أقابلهم تاني. أنا النهاردة سعدت جدا باليوم الجميل ده، وأنا بشكر عليه وزارة الداخلية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا النهاردة كان يوم جميل والشرطة كانوا قاعدين معانا وكانوا بيدونا هدايا. شكرا للناس، احبها قوي قوي، يخليك يا رب. افتح سيسي، تحية بس، تحية مصر، تحية سيسي، تحية ولا بي. كما تضمنت رحلات نيلية وتم توزيع هدايا عينية متنوعة عليهم. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل. الرحلة النيلية كانت مميزة جدا، من الأماكن الحلوة اللي احنا شفناها والمناظر الطبيعية، بالإضافة لمشاركة السادة الضباط معانا في الاحتفالية وفرحوهم جدا جدا جدا. بمتعود شفت مامتهم مع بعض وكلم مع بعض وطوع مع بعض. عايزين نشكرهم ونقول لهم كتر خيرهم، هو كتر خير المنظمين للرحلة أو الحفل اللي عاملينه اليوم. وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم مزيد من التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أتاحت الوزارة استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لهم بالمجان ولمدة أسبوع. أشكر وزارة الداخلية على الخدمات التي يتم تقديمها لأبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال استخراج الأوراق الثبوتية لهم بالمجان. كما يقوم قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان ولمدة أسبوع. أنا الإحساس، أنا الطيبة، وصلتي للحقيقة بذات، أنا رسالة بمعاني كتير في كل مكان.
هذه الاحتفالات تأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتحقيق التواصل مع القادرون باختلاف، التي تحرص القيادة السياسية على توفير الدعم والمساندة لهم. تستمر وزارة الداخلية في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المواقع الشرطية من خلال تيسير إجراءات حصولهم على كافة الأوراق الثبوتية، وأيضاً مشاركتهم الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتقديم هدايا عينية لهم ودعمهم ومساندتهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.